بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى أيها الأخوة الكرام إلى هذه الفقرة من فقرات تعلم اللغة الفرنسية مع كتاب ديال ليغ إي كومبخوندغ. كنا قد وصلنا إلى هاد الصفحات كما نلاحظ. طبعا رأينا لا لاتر جي كما في كلمة أن غرو بواسون، إذا نتكلم عن سمكة ضخمة أن غرو بواسون. إذا كما رأينا هنا هاد الأحرف وهاد المقاطع اللفظية ثم هاد الكلمات ثم عندنا في الأخير جملة كما نلاحظ. ألوغ أون أفي جي غا غو غي لاغاغ لاغاغ لاغوم لاغوم أنان غري غالوب أنان غري غالوب. إذا سنرى هاد الأحرف والكلمات والجملة. أولا عندنا لا لاتر جي، ثم عندنا غا، ثم عندنا غو غو. ثم عندنا غي، لا غار. ثم كلمة لاغوم لاغوم. دوزيم عندنا دوزيم.
لاغوم انان غري غالوب انان غري غالوب إذا نعيد أنان غري طبعا عندما نقول غريز نضيف أ غالوب ثم نستكمل مع هذه الصور والكلمات puis nous continuons avec ces images et ces mots. On a premièrement la première image. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit sur la première image? Que fait l'âne d'une autre manière? D'une autre manière, on pose la question que fait l'âne? De tariqa okhra, natrah soual que fait l'âne madif'al al-himar? Bien sûr, l'âne galope. L'âne غالوب لان غالوب après هنا la deuxième image ce n'est pas un chat alors qu'on représente la deuxième image la deuxième image représente un tigre c'est le tigre لان عندنا واحد الشاب هنا فوق أ ثم غالوب سي لو فيرب غالوبي لو تيغر إي لا تخوازيام إيماج كو ريبريزونتيل كيسكو سي ماذا تمثل الصورة الثالثة كو ريبريزونت لا تخوازيام إيماج إذا ماذا تمثل الصورة الثالثة أو بيان Qu'est-ce que c'est? Mehda, qu'est-ce que c'est? C'est une gomme. Et dans le kleman, mimhet. Et la quatrième image, que représente-t-elle? Nous prenons la quatrième image. N'akhod sura rabia. Qu'est-ce que c'est? C'est la gare. La gare. Par exemple, cette image représente une gare du train. Nous parlons de la gare du train. Parfois, nous parlons d'une gare de bus. Nous prenons l'image suivante. Que représente-t-elle? Ou bien, Coferoné. Medefal René. Ou Medefal René. René glisse. روني جليس اذا روني ينزلق او يتزحلق روني جليس ليماج سويفونت كو بريزونتيل الصوره المواليه ماذا تمثل سوسون دي ليغوم اذا نتكلم عن خضر انهم خضر دي ليغوم او بيان لي ليغوم الخضر
لي ليغيم. نو برونون لي ماس سويفونت، ناخذ الصوره الموليه. كيسكو سي، كيسكو سي، ما هذا او ما هذه؟ سي لا غلاس، اذا نتكلم على المراه او الزجاجه، زجاجه السياره مثلا، نتكلم عن لو فيتر دو لا فواتور، او بيان بارفون بارل دو لا غلاس دو لا فواتور. احيانا نتحدث كما راينا عن ماكولات بارده تسمى لا غلاس، او نتكلم عن ثلوج، او نتكلم عن ثلج. على كل حال مكعبات الثلج تسمى غلاسون كما راينا، مربعات من الثلج تسمى غلاسون. طبعا سي تاخذ سيديل في هذه الحاله. اذا هنا عندنا لا غلاس، فوالا سي لا غلاس. قلنا لا ديرنيير ايماج كو ريبريزونتيل، وفي الاخير عندنا الصوره الاخيره كو ريبريزونتيل. كو ريبريزونتيل ماذا تمثل؟ سي لو سيجار. اذا لا ديرنيير ايماج ريبريزونت ان سيجار، لا ديرنيير ايماج ريبريزونت ان سيجار. اذا الصوره الاخيره تمثل سيجارا. اونسويت نو برونو سو باراغراف دون لوكيل نو زالون فوار دي مو كي برين غا، دوطخ مو كي برين غاف. ابخي نو زالون فوار دي مو افيك غار، افيك لو سيلاب غار، افيك غري. ابخي دي مو افيك سو، اي انفان اون دي مو افيك سي. Nous prenons tout d'abord les mots avec ga. Par exemple, la ga, la gare. La ga, la gare. Voilà, c'est la gare. Après, le cheval galope. Sur cette image qu'on a déjà vue, on a l'âne galope. Par contre, ici, nous parlons d'un cheval qui galope. Ici, le cheval fait la même chose comme l'âne. Le cheval galope. Le cheval galope. Ensuite, un cigare. Un cigare. Voilà, c'est un cigare. Nous prenons des mots avec gare. Je regarde. Je regarde. Je regarde. C'est le verbe regarder. C'est le verbe regarder. عندنا هذا فعل، هذا فعل نظرة. جو غوغارد، أنا أنظر. أنظر من؟ جو غوغارد روني. باغ إكزومبل، جو غوغارد روني كي جليس. أنا أنظر روني الذي يتزحلق. أو بيان جو غوغارد روني جليسي. أو بيان جو غوغارد روني جليسي. أنا أنظر روني يتزحلق. أنا أنظر روني يتزحلق. أبخي أون لو ميم فيرب. إيسي بيان سور. Je regarde, ici on a je regarde René. Ici on a regarde-moi. Regarde-moi. Le verbe regarder est conjugué au présent de l'indicatif. Par contre ici, on a le même verbe conjugué à l'impératif. On a عندنا فعل regarder يعني فعل نظرة مصرف في المضارع au présent de l'indicatif. إذا نقول je regarde, أنا أنظر. Tu regardes, أنت تنظر. Il regarde, هو ينظر. إلى غير ذلك. لكن هنا عندنا روغارد موا، انظرني، هنا كاين امر هنا. اذا نتكلم عن لامبيغاتيف، هنا عندنا الامر روغارد موا، انظرني. كان ممكن نقول روغارد، انظر فقط، لكن ينظر ماذا؟ انظرني، انظر الي، انظرني، يعني شوفني، شوف عندي. ابخي هنا دي مو افيك غري، انان غري، اذا حمار رمادي. طبعا في المؤنث نقول غريز، مثلا لا كارت غريز، الورقه الرماديه. انان غري، انان، طبعا كلمه لان عندها واحد الشابو هنا. ثم لو شا غريف، لو شا غريف، لو شا غريف. طبعا عندنا لو فيرب غريفي، عندنا لو فيرب غريفي. طبعا نتكلم على لي غريف يعني المخالب. لو شا غريف، ان القط ياخذ بالمخالب ديالو او تيقمش بالمخالب ديالو. اين غريماس، اين غريماس، اين غريماس، تعبيسه. اين غريماس. ابري اون دي مو افيك سو، بعدا عندنا كلمه مع سو
Par exemple, مثلاً, سجول الشاغري. سجول الشاغري. هذا القط الجميل الرمادي. سجول الشاغري. هذا القط الجميل الرمادي. س. نتكلم عن هذا. طبعاً في المؤنث نقول ست. ست. نقول مثلاً ست جولي شات. ست جولي شات. إذا نقول ست جولي شات. طبعا جولي نضيف له في هذه الحالة أ. نضيف له في هذه الحالة أ. طبعا جولي في هذه الحالة مادام أنها تتوصف المؤنث سنضيف لها أ الخاصة بالتأنيث. إذا سنقول ست ست هذه جولي شات القطة الجميلة غريز غريز الرمادية. أبرونا مينا أكاسي لا غلاس. مينا أكاسي لا غلاس. مينا كسرت المرآة أو الزجاجة. إذن مينا أكاسي لا غلاس. أبخي أنا دي مو أفيك سي إي سي إي سي. هنا فواسي ها هو. فواسي ها هو. ميرسي شكرا. ميرسي شكرا. أنسي تخون. تكلم عن ليمونة. ليمونة حامضة. أن سيترون. إذا حتى لا نطيل نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.